مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في اولى فقراتنا وصحتك تهمنا. نعرف معاكم النهارده بعض فوائد الطحينه للقلب وللعظم. طبعا معلقتين كبار من الطحينه اللي هي عباره عن زبده بذور السمسم المقشور المحمص بتفيد الجسم ب 178 سعره حراريه، فبتحتوي المعلقتين دول على 16 جرام من الدهون و6 جرامات من الكربوهيدرات و3 جرامات من الالياف و5 جرامات من البروتين، وطبعا ما بتحتويش على اي نسبه من السكر. بتستخدم الطحينه في اعداد طبعا المقبلات زي ما كتير مننا عارف، زي الحمص والبابا غنوج، وبتحس بعض التوصيات غذائيه عديده على تناول معلقتين من الطحينه في اليوم. طبعا فوائدها عديده جدا، وفي فوائد كمان محتمله ولسه بيتعمل عليها بعض التقارير. بيوفر مقدار معلقتين من الطحينه 30% من احتياجات الجسم من السيامين، و24% من احتياجات الجسم من المغنيسيوم، و22% من الفسفور، و14% من الحديد، و12% من الكالسيوم. اما فوائدها بالنسبه للقلب، فالطحينه مفيده للقلب جدا من عده جوانب. بينت دراسه ان تناول الطحينه بانتظام لمده 4 اسابيع بيؤدي لخفض الكوليسترول، وان بعد التوقف عن اكل الطحينه لمده 4 اسابيع كمان بترجع مستويات الكوليسترول للارتفاع مره ثانيه. طيب بالنسبة لمرض السرطان، ربنا يعافي الجميع يا رب، فقشور السمسم لديها بنية مماثلة لهرمون الاستروجين، وهي عندها القدرة على ربط مستقبلات الاستروجين وحماية الجسم من أنواع السرطان المرتبطة بالهرمون ده. في مجموعتين من مرضى التهاب المفاصل ادوا كل واحد فيهم نوعين من العلاج لتخفيف ألمهم. الأولى ادوها الجلوكامين والتليانول، دول بيتاخدوا مرتين في اليوم. المجموعة الثانية ادوها 40 جرام من بذور السمسم المسحوق اللي بتعادل يعني معلقتين من الطحينة، وفي آخر الإحصائية لقوا إن اللي خدوا 40% من السمسم المسحوق أو من الطحينة هم دول اللي تم شفائهم أو خفوا من الألام بشكل أكبر من اللي خدوا الأدوية بالنسب الكيماوية. طبعا الطحينة أعتقد ما فيش بيت بيخلو منها موجودة، سواء بنعملها للمقبلات أو ممكن نضيفها لبعض الحلويات بشكل أو بآخر. نتمنى يا رب الصحة والسلامة للجميع. خلينا نطلع معاكم الفاصل.